القسم الاول الجزء الاول اللي اشتغلنا له اللي هو التقديم الالكترونيا على الجامعه. عمل مهندسي ومبرمجي جامعه الموصل على إنتاج برنامج كامل Student Information System SIS. هذا البرنامج لو تم شراءه من الخارج سيكون مكلفا جدا، وستضطر الجامعة إلى دفع مبلغ ما يعادل تقريبا $4 لكل طالب سنويا للجهة المصنعة من أجل حفظ البيانات. الجامعة قامت من الصفر وبجهود مبرمجيها بإنتاج هذا البرنامج، واليوم أطلقنا مرحلة جديدة من البرنامج وهي مرحلة الهوية الإلكترونية. سيتم كل شيء منذ اليوم إلكترونيا في جامعة الموصل، تقديم الطالب، استلام الهوية. الهوية تكون قابلة للقراءة في أي سيطرة مباشرة، تعطي كل المعلومات الأمنية والمعلومات الفنية اللازمة لهذا الطالب وبدون أن يتم استخدام ورقة واحدة. هذا المشروع بدأت به جامعة الموصل منذ العام الماضي، وكان المرحلة استقبال الطلبة الجدد إلكترونيا، والآن هذا العام نفس الشيء استقبلنا جميع الطلبة المقدمين على جامعة الموصل إلكترونيا. والمرحلة الثانية هي إصدار الهويات الإلكترونية، حيث يتمكن الطالب من خلال هذه الهوية الدخول إلى الجامعة من خلال بوابات إلكترونية ستوضع لاحقا، وبالتالي ستعمل الجامعة على أتمتة التقديم وقضايا الطلبة. اليوم نصر لجامعة الموصل وكلية علوم الحاسوب والرياضيات انطلاق برنامج إصدار هوية طلبة جامعة الموصل والبداية في كلية علوم الحاسوب والرياضيات. هذا البرنامج الذي أعده مركز الحاسبة بالتعاون مع كلية علوم الحاسوب والرياضيات، والذي هو يعتبر جزء من النظام الإلكتروني الكامل لإدارة الجامعة، حيث التوجه الآن إلى رقمنة الجامعة وجعل كل ذلك بشكل إلكتروني. فاليوم بدأت البداية وهو إصدار هذا البرنامج الذي سيتيح للطالب حصوله على الهوية الإلكترونية التي ممكن أن يستخدمها في أي دائرة وفي أي، وكذلك معلوماته ستكون موثقة بشكل إلكتروني. انطلق اليوم أحد مخرجات نظام الطلبة الإلكتروني الشامل اللي هو برنامج الهويات. هذا البرنامج هو أحد المخرجات الخاصة ببرنامج نظام الطلبة، تم تصميمه وإنشاؤه بالكامل داخل مركز الحاسبة الإلكترونية التابع لجامعة الموصل. يتم سحب بيانات الطلبة عن طريق المنظومة الخاصة بهم الإلكترونية، بعد ذلك يتم إدراج صورهم بشكل حي، يعني الصورة تجي مباشرة بشكل حي على الطالب، بعد ذلك ترسل إلى المطبعة الخاصة بالجامعة، بعدين يتم طباعة الهوية وتم إصدار نوع من أنواع الكيو آر كود اللي موجود على الهوية، يتم متابعته من أي مكان بالعالم، سواء كان بس مجرد أنه يحتاج إلى خط إنترنت مباشرة يكون معروف هو صاحب هذه الهوية ومعلومات الاتصال به في حال ضياعها أو في حال فقدانها. كذلك هذا البرنامج له مخرجات كثيرة بالنسبة للطالب، تهم الطالب من ناحية إن شاء الله راح يكون أكو جداول امتحانية، وإن شاء الله راح يكون أكو مسائل اللجان الامتحانية إلى آخره من الأمور اللي تهم الطالب في الطالب الجامعي في جامعة الموصل.